فانا عاوز اسالكم، انتوا قريتوا الدستور ولا لا؟ اه طبعا احنا قرينا الدستور. انا قريت الدستور وتعرفت عليه وشفته في التلفزيون. بصراحه الاعلام ما قصرش. رايك ايه حقيقي في المواد اللي تخص المراه في دستور 2014 اهم كمصريه وكفنانه؟ المساواه بين الرجل والفن طبعا، المرأة والفن بين مع الرجل. يعني دي احنا كنا بنتكلم بس بيها كوتة المرأة موجودة في نصف المجتمع، كان كلام حلو قوي بيضحك علينا بيه. لكن كنا تبقى في الدستور ان المساواة بين المرأة والرجل في كل المراكز، في كل الانتماءات، في كل التيارات، انت موجودة زيك زي الرجل، دي حاجة تنص على الدستور ان كل النساء تنزل تقول نعم. شوفي، نعم في الدستور كل ما كانت نسبته اعلى كل ما انت اديتي الضوء الاحمر لاي مؤسسه انها تعمل، وكل سواء اذا كانت مؤسسه عسكريه مؤسسه شرطيه، حسوا بامان ان هم خلاص احضرنا. وزياده المشاركه في الاستفتاء حزين، ودي حاجه تهمنا جدا. انا 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 متاكده ان شاء الله باذن الله ان ده هتبقى رساله للعالم كله، هتعلم درس لكل العالم. مظبوط، نسبة المشاركة في الدستور السنة دي رسالة لكل العالم. العالم ما فيهوش هزار، وهتخرس ألسنة كتير. طبعا هي كانت النتيجة. طبعا. انا برضو عايز